جماعة قلنا وهقول تاني، مفيش واحدة اسمها عانس. دي جملة ناس اخترعوها علشان يدمروا بيها نفسية بنات الناس. لكن في حاجة اسمها واحدة لسه ما لقيتش الشريك المناسب اللي تكمل معاه حياتها. تعالوا نشوف قصص الناس في الشارع عاملة ازاي. يلا بينا. احنا النهاردة بنتكلم عن مصطلح العنوسة. دايما بنسمع كلمة دي فلانة دي عانس ما اتجوزتش. طبعا الكلام ده بيأذي بنات كتير جدا نفسيا، وهي الحقيقة هي مش عانس ولا حاجة. كل القصة ان هي ما لقيتش الشريك المناسب اللي تقدر تكمل حياتها معاه. بتسمعوا المصطلح ده في حياتكم طبعا؟ اكيد طبعا، اكيد. الموضوع يعني اليومين دول تحديدا منتشر جدا. المصطلح كمان منتشر يعني تأخر سن الزواج عموما، يعني بس للاتنين مش لجنس واحد يعني. برافو. عشان كده انا دايما بقول ايه، ما هو زي ما في ست بيقولوا عليها لو الكلمة عانس، يعني زي ما في ست عانس، طب ما في راجل عانس، بس الكلام بيتقال على البنات بس، وده كلام مؤذي جدا. يعني هو انا شايف ان الكلمة موجودة، بس يعني اعتقد خلال المفروض احنا فاكرينها بيتغير كل فترة. بالظبط. تمام. ومفيش حاجة اسمها بنت عانس زي ما في بنت عانس ممكن يبقى في راجل عانس. تمام. بس أنا شايف إن الموضوع نفسه إن لأ، يعني إن موضوع اللي أنا إمتى يبدأ فترة اللي أنا ممكن أفكر في الجواز أو الكلام ده، هي لازم تبقى طبقا لما الواحد يلاقي شريك حياته مناسب، إذا كان ليها أو ليه. مشكلة دلوقتي ان الاختيارات فعلا بقت صعبة. كونك تلاقي حد مناسب ليك وحد تقدر تكمل معاه حياتك وانت مطمن، بقى الاختيار صعب. فتلاقي سواء شباب ولا بنات، تلاقي فعلا ممكن العمر يجري وانت لسه بتدور على حد مناسب. ما اللي احنا بنشوفه دلوقتي من حالات طلاق كتير، لو الفكرة نفسها فعلا بقت مرعبة. والله انا شايف ان الموضوع كله عوامل مشتركة، يعني منها عوامل اقتصادية، عوامل ليها علاقة بالكفاءة الاجتماعية، بالكفاءة الثقافية. فانت لو لقيت النموذج اللي فيه الكفاءة بمعاييرها المكتملة دي، تقدر ساعتها تاخد القرار. انا عشان كده دايما بقول لو البنت ما لقيتش الشريك المناسب اللي تكون مطمنة ومسلمة ليه ومأمنة وهي عايشة معاه، خليكي قاعدة في بيت ابوكي احسن. والله هو زي ما احنا قلنا كده، هي كل حاجة بتتغير وكل حاجة بتتطور للأحسن. يعني احنا دلوقتي لو احنا البنت بتاخد وقت شوية ان هي تفكر كويس قوي قبل ما تبدأ تاخد القرار ده، تمام، والولد نفس الكلام. فلا، هو الموضوع ما بقى السن، يعني احنا مفروض فكرنا اختلف بمرور الزمن. تمام. فلا، هو دلوقتي المفروض ايا كان العمر ايه، اهم حاجة ان المشروع يبقى ناجح ليها وليه. فهي ما تاخدش القرار، او هو مش هياخد القرار لما يكونوا شايفين ان هما فعلا ده مناسب ليهم، وان هما شايفين ان هما مناسبين لبعض. تقابلي ناس بقى سواء بقى من الاهل او من الاصحاب، انت يا بنتي قطر الجواز، انت ما اتجوزتيش ليه؟ بيحصل كده. بيحصل كده طبعا. بتواجه الكلام، بتشوفي الكلام الاول ده مؤذي ولا كلام عادي؟ يعني على معظم البنات مؤذي بصراحه. يعني في بنات بتفكر ان هي قطر الجواز هيفوتها ومش كده، بس لا، في بنات بتهتم بحاجات تانية كتير. يعني طب انت بتواجه الكلام ده ازاي؟ انا بواجه الكلام ده ازاي؟ لا، انا مستنيه يعني حاجه معينه، يعني كارير وحاجة تانية، مش بفكر في الحاجات دي دلوقتي. الكلام ده بيضغط عليكي؟ اكيد من الاهل ومن الصحاب ومن كل حاجة. ممكن الكلام ده يأثر عليكي فيخليكي توافقي بأي حد؟ بس بأمانة، انا كبطل لا مش هوافق بأي حد، لان اصلا يعني دلوقتي يعني الطلاق وكده بقى كتير جدا. يعني حتى لو بقى عندك 25 26 27 ولسه ما لقيتيش الشريك المناسب، هتستمري على رأيك؟ لا. ولا ممكن تفكري القطر هيفوتني فاتجوز اي حاجة وخلاص علشان اريح دماغي من وجع دماغ الاهل او كلامهم؟ هما مش هيفوتوني بحاجة في الاخر يعني. بس لا، اكيد لا، مش يعني ثابت على المبدأ. لا ثابت. النهاردة بنتكلم عن مصطلح العنوسة. وبنقول ان مفيش حاجة اسمها عانس. لكن في حاجة اسمها بنت لسه ما لقيتش الشريك المناسب اللي تكمل حياتها معاه. لان اوقات الاهالي بيضغطوا على البنات، فالبنات بيتسرعوا في الجواز، وبدل ما تاخد لقب ان هي مش لاقيه الشريك المناسب، بعدها بوقت بتاخد لقب تاني خالص، ولا هي وهي مطلقه، واللقب اللي كل الناس بتخاف منه.
صح ولا ايه؟ صح جدا. ايه رايك في الموضوع ده؟ هو كلام حضرتك صح، يعني هو البنت للاسف بتنزل تحت ضغوط كتير قوي، انه لازم تتجوزي ولازم قبل سن معين تبقي في البيت. يعني هم حطوا رولز كده ما اعرفش جواها منين، انه لازم تتجوزي، لازم يبقى عندك ولاد في السن الفلاني، لازم قبل 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 يكوني عملتي 1 2 3. وانا شايفه ان كل ده مش صح. هو لازم لما تلاقي حد مناسب، يعني مش اي حد وخلاص. يعني انا هنبسط ازاي او هفرح ازاي لما الاقي واحد مش هقول بيضربني بقى والحاجات الاكستريم دي، بس بيعاملني وحش، مش حاسه ان انا عايشه معاه، يعني عايشه وخلاص. انا شخصيا مش بحب كده، لازم ابقى بحبه وبيحبني، وفي بينا على الاقل في بينا تفاهم، مش لازم حب والمشاعر عشان الناس بتقول ده في الجنه وكده. على الاقل يبقى حد كويس اقدر اعيش معاه، لكن لو هو مش حد كويس مش عارف اعيش معاه، فهستفيد ايه بلقب زوجه او مطلقه او وات ايفر؟ فانا بالنسبه لي الالقاب لا تعنيني اي شيء، يعني عادي. طب تفتكر الضغوط اللي بتجلد البنات تتصرفي ازاي شخصيا انت مع المواقف دي؟ يمكن ربنا الحمد لله مديني شخصيه شويه قويه قادره استحمل يعني الكلام ده. بالعكس ده انا برد، يعني لما حد بيقول حد اصلا ما بيجروش يقولوا الكلام ده قدامي، لانهم عارفين ان انا برد وعارفين انه لا، يعني اللقب ده على عيني وعلى راسي، ده انا اللي اقوله على نفسي لو هو ده اللي هيحميني من جواز غلط، من ارتباط ممكن يأذيني. فانا يعني في حاجات كتير حلوه غير الجواز، يعني في سفر، في شغل، في نجاح، في فلوس، في دماغك منوره، في حاجات حلوه كتير غير ان انا ابقى يعني بطلع الفرخه من الفريزر عشان ياكلها وكده. انا ما عنديش مشكله اعمله كده، بس لما يبقى مناسب، مش اي حد باي حاجه يعني. طب خلينا اسالك سؤال تاني، ممكن يجي عليك وقت وصلنا بقى ال 40 او فوق ال 40 او رقم معين، يجي عليك وقت وتقولي انا فعلا يا ريتني كنت سمعت كلامهم، انا قعدت ادقق في تفاصيل لحد ما فعلا كبرت وانا محتاجه دلوقتي سند؟ وانا مش هقدر اقول لك بعد كام سنه هبقى عامله ازاي، بس انا اقدر اقول لك دلوقتي المايند سيت بتاعتي ايه، انه انا بانجوي المومنت، يعني انا بانجوي الفتره اللي انا فيها. ممكن لو انا متجوزه مش هيبقى عندي مقدار الحريه بتاعتي، مش هيبقى عندي النجاح بتاعي، مش هيبقى عندي دماغي وطريقتي في الكلام او في التفكير. فانا مستمتعه بالحاله اللي انا فيها لغايه لما اتحول وابقى في حاله تانية. لكن فكره ان انا بعد 10 سنين هفكر ازاي واحكم وما احكمش، وتقالي لا، لان انا مش ندمانه، لان ده تفكيري لحد دلوقتي. هتتعدي